إن غاب الضمير الدنيا بجد هتبقى أسوأ بكتير، مش بس القلب اللي بيجيله جلطات ولا مشاكل ولا الكبد بس هو اللي بيعتل ولا الكلى ولا غيره، لأ الأعضاء داخل الجسم بتعتل، وكمان اعتلال الضمير لا يقل أهمية ولا يقل خطورة عن اعتلال أهم الأعضاء داخل جسم الإنسان. هتقولوا لي يعني ده يساوي مرض مزمن ونزيف ومشاكل؟ بجد، لأنه الضمير شيء مهم جدا، وزي ما قلت في البداية هو المحرك الأساسي للإنسان. تعالوا نتعرف أكتر عن الضمير، وهل دلوقتي احنا ضميرنا صاحي ولا في غيبوبة ولا في قيلولة؟ تعالوا نشوف إيه أخبار ضمائرنا مع ضيفنا العزيز، اسمحوا لي اللي هلقبه ان هو المبتسم دائما والمشرق دائما، الدكتور حسام الدين امين، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك. دكتور اهلا بيك، منورني. اهلا وسهلا بيكي، اشكرك جدا. اهلا بحضرتك، حضرتك كنت ضيفنا من فتره في ساعه صبحيه، وانا طبعا اشدت بقد ايه ابتسامتك وان حضرتك مبهج كده ومشرق على الحياه، فدي حاجه اسمح لي احييك عليها، واتمنى ان كل مشاهدينا طبعا يكونوا بيستفيدوا من ابتسامه دكتور حسام. شكرا. دكتور ببساطه كده خلينا نعرف بدون كلام اكاديمي، وده اللي اتعودنا عليه من حضرتك، يعني الضمير ده عباره عن ايه وتعريفه، واحنا ضميرنا واصل لغايه فين دلوقتي وبصراحه، واحنا عارفين اللي فيها يعني. الضمير اساسا عباره عن صوت داخلي، او هنسميه ببساطه برضو جرس انذار مبكر ربنا خلقه فينا. ربنا خلقه ليه؟ علشان نقدر نميز ما بين الصح والغلط، ما بين الحق والباطل. إذن هو ده اللي هيخلينا نسترشد بالصح فينا. بمعنى حضرتك تاني، القيم التي لا يختلف عليها أحد أيا كان الدين أو أيا كان الجنس، لما نيجي نقول الأمانة الصدق دي عبارة عن إيه؟ قيم عليا. لكن الحقيقة في كل الكائنات الحية هي مش موجودة غير عند الإنسان بس، ربنا سبحانه وتعالى جعلها هي الجرس اللي يخليه ياخد باله كويس قوي، عشان لما يجي يعمل حاجة يعرف إذا كانت دي صح ولا غلط، يقدر يشوف، لأن دي قيم اسمها القيم العليا. طيب إحنا فين منها؟ السؤال المهم جدا، أو كم واحد فينا أساسا يبقى عارف الصح ويعمل غيره عشان يبقى مبرر ليه؟ كم واحد فينا النهاردة بيوجد تبرير للخطأ؟ يسرق، ينهب، يقتل. فين النهاردة الضمير في الحتة دي؟ يخم الناس، يغش مع الناس. كم واحد النهاردة وهو بيعمل كده هو عنده ضمير بس مغيبه؟ غيبه ازاي؟ يعني جاب له المبرر عشان يقدر ينفذه. طيب كم واحد النهاردة أخطأ وده شيء مباح جدا لكن تراجع في تصرفه، أنبه ضميره؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل نفس بشرية فيها الجزء ده، بس كم واحد النهاردة زود أو عمل نوع من أنواع التطابق في أفعاله وتصرفاته وأقواله مع القيمة دي؟ حضرتك هتلاقي حاجة مهمة جدا، إن مفيش تطابق. الإنسان العظيم جدا اللي بيعيش في الحياة دي كلها هو اللي عنده تطابق ما بين القواعد الرائعة الراسخة جوه والقيم العليا دي، وما بين أفعاله وأقواله، مش حاجة واحدة بس. طيب عايزين نعرف مين اللي ممكن يقول إن هو عنده ضمير ومين اللي ما عندوش ضمير، وهل الموضوع ده مكتسب؟ يعني أنا لو طلعت مثلا في عيلة لا قدر الله ما عندهاش ضمير، وفي عيلة شديدة التمسك بكل ما يخص الضمير، الموضوع ده مكتسب ولا لا يا دكتور؟ نسبة كبيرة جدا منها مكتسب، ومش شرط العيلة كمان، ممكن تكتسب من الأصدقاء. بالظبط. حتى النهاردة اللي ممكن يرسخ هذا الكلام الإعلام والميديا
والأفلام والمسلسلات ممكن ترسخ الجزء ده، يعني تكون العيلة كويسة جدا وتكتسب من إعلام مثلا، بنشوف أفلام وحاجات كده ليها عنصر تأثير مهم جدا. هنا بيبينوا المبرر، هنا التبرير ده هو اللي بيساعد على إن الإنسان يبدأ يستخدم ده مبرر في عمل هذا الموضوع. لكن في سؤال مهم جدا اللي هو الضمير الصاحي والضمير النايم والغائب والميت. أي إنسان هيعمل فعل مش كويس أو قول مش كويس، لأن هما قول وفعل، هنا إذا ما حصلش تأنيب للضمير وتراجع مع نفسه وقعد يفكر هل اللي حصل دوت صح ولا غلط، طب هنا صح أو غلط يعني هيحصل توبة، يعني هيحصل عندنا النهاردة تراجع، يعني اللي عنده ضمير وهيفوق قوي هيبدأ يندم ويبدأ يفكر يصلح ده إزاي. كم واحد بيعمل كده؟ الضمير هو القانون الذي المفروض يحكمني، مش القانون الوضعي اللي حطه الناس. أنا النهاردة القانون في العمل بيقول تيجي وتعمل وكذا 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 وعلي رقيب من الناس، لكن لما أجي أقول النهاردة إن رقيب الضمير أعلى 100 مرة 1000 مرة 1000000 مرة من أي قانون تاني. صحيح. عشان كده النهاردة أنا ما يهمنيش أي قانون يكون بيرقب عليا قد ما يكون ضميري بيقول لي إيه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا النهاردة استفتي قلبك، استفتي قلبك ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضمير. أنت شايف استفتي قلب يعني القواعد المثلى أو القيم العليا أو المبادئ العظمى اللي كل الناس اتفقت عليها في كل زمان ومكان. السرقة دي حرام ولا حلال؟ الزنا، كل الحاجات اللي مش مظبوطة دي كل الدنيا اتفقت عليها. عشان كده بنقول لو خالفناها هيبقى احنا بنخالف ضميرنا. طب افرض القوانين النهاردة حتى القوانين الوضعية اللي اتحطت حتى لو بتجيز شيء، القانون الإلهي اللي هو اتحط كإنسان هيتعرض معها، مش هعملها. طيب الاكتساب النهاردة قد يجي من الأصدقاء، من الأهل، من الغير، وبنقول النهاردة إيه؟ جاي من نوع من أنواع التقليد، وبنلاقيها مبرر في الحياة فنستسهل. عشان كده أنا حد لحضرتك النهاردة يعني معلومة غريبة جدا، الكون كله بيجري ورا حاجتين اتنين، ما بين الراحة والألم. كل الكون اللي بيحركه في الحياة هم الاتنين دول. يعني أنا النهاردة لو لقيت حاجة هتألمني وتزعلني فهبتدي ابررها ان انا عايز الاسهل فيها، فابتدي انا ان انا ازوغ، ان انا احقق، دي بتسبب لي راحه وما بتسببليش الم. بس نسيهم ان انا هتحاسب على الالم والراحه يوم القيامه. الضمير مرتبط مش عشان الحياه بتاعتنا، لا، مرتبط علشان ما بعد الحياه. غرضي ايه من الحياه؟ انا عايش الحياه دي ليه؟ لو كل انسان فهم غرضه من الحياه هتلاقي الضمير هنا هيبقى حليم. صحيح. طب ازاي ممكن الانسان يموت ضميره وازاي يقدر يحييه، وهل علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى هي الملجأ والمنجا الوحيد من موت الضمير؟ وياريت برضو توضح لي ايه الفرق ما بين الضمير والنفس اللوامة، ولا هما الاثنين واحد؟ اشكرك جدا. اولا موت الضمير ان الانسان يعمل شيء غير مصرح بيعمله، يسرق وما يحسش بالألم ده، يقتل وما يحسش بكده، أي موبقات ممكن تحصل في الدنيا أيا كانت، يختلس كل حاجة، بس ما يحسش بتأنيب الضمير، يحس إن اللي عمله ده عادي جدا، فأصبح عنده مبررات مهما عمل ومهما ارتكب من فظائع ما يحسش بيها، ده يبقى ضميره مات. هنا يعيش. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول لنا له معيشة ضنكا. ما هو الضنك؟ من أعرض عن ذكري له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري، خدي بال حضرتك، يعني متذكر ربنا، مش أعرض عن ذكري اللي هو ما بيقولش الذكر، لا، ذكر ربنا في الضمير. أنا طول ما أنا حاسس إن ربنا الرقيب عليا، خدي بالك حتة مهمة جدا طبعا، كلما كان الله سبحانه وتعالى رقيب عليا يعني بيطلع على اعمالي، مش ممكن اعمل حاجه،
مش ممكن اتصرف تصرف يخالف ده. ايه هو الضنك؟ ان الانسان لو معاه فلوس او معهوش زي بعض، لو امتلك او لا امتلك مش مبسوط. تخيلي حضرتك الضنك هو لو معاك كل حاجة انت مش مستريحة. عشان كده لن تجدي اساسا اي انسان مختلس مبتز بيستغل ايا كانت اطماعه، تلاقيه ابدا مستريح رغم ان هو عمل كل ده. تيجي تراجعيه مش ممكن تلاقيه مظبوط. طيب السؤال لحضرتك الجزء الاخراني بقى اللي انت قلتيه، الفرق ما بين الضمير والنفس اللوامه. النفس اللوامه او النفس اللي هي بتأنب يعني، هو ده رد فعل لاي خطا يتم ارتكابه. يعني النهارده ايه؟ ارتكبته بس ما خدتش بالي ان انا ارتكبته، افتكرته بعد شويه. هنا بيحصل ايه؟ النفس اللوامه. تراجع بقى، خدي بال حضرتك الاسئله بقى اللي هتتردد عليك، ليه عملت كده؟ ازاي؟ ايه الغرض؟ اسئله هيبدا الصوت الداخلي يعلى فيبدا يسالني ليه بتعمل كده؟ هنا بقى اذا ما لقيتش اجابه او لقيت نفسي قدام الاجابات دي ضعيف، فيبقى هنا النفس اللوامه هي رد فعل وليس الفعل. اما الفعل نفسه فانا ممكن، على فكره انا ممكن اكون ارتكب خطا في اي لحظه، ولكن هصححه ولا لا؟ وحته تصححه هنا بيبقى عندي حاجه اسمها نوع من انواع الادراك او الوعي. هنا او الادراك لو وعي وعندي ادراك وعي هيحصل ايه؟ ان انا هتراجع اعتذر او اصلح الخطا او ايا كان شيء انا ارتكبته. صحيح. طب احنا عايزين زي ما قلت في البدايه دكتور نعمل انعاش وافاقه للضمائر، للاسف بسبب يعني اشياء كتير جدا جدا انعدمت. بقينا نشوف ارتفاع معدلات الجريمه، الارهاب، مشاكل كتير قوي قوي قوي، حتى العقوق، عقوق الوالدين وعقوق الزوج للزوجه وعقوق الاخوه مع بعض، ده سببه فعلا انعدام وموت الضمير. ازاي نعمل انعاش وافاقه للضمائر؟ وفي نفس الوقت كمان ازاي نربي جيل، عشان التربيه مهمه جدا، ازاي نربي جيل ضميره حي في معظم الاوقات، مش هقول طول الوقت. صحيح. اول حاجه حضرتك كل انسان عليه ان يعرف حاجه اسمها ما هي حقوق الاخر. الضمير هو عباره عن احساس ومشاعر ووجدان. الاحساس والمشاعر والوجدان مش موجوده غير عند بني ادم. عشان كده بنقول ايه؟ ايه هو حق كل الاخرين بما فيهم حتى الحيوان؟ ليه حق؟ هل انا اختلست او اخذت حق الاخرين ايا كانوا مين؟ بصي بقى الاخرين مين؟ كل اللي حضرتك قلتيهم دلوقتي. بابا وماما دول مش حق. الجيران مش حق. الأصدقاء مش حق، زمايلي في الشركة، أصحاب المال، الوطن، كل دول أصحاب حقوق. هل أنا أخذت حقوقهم أو اختلستها لأي جزء منها في يوم من الأيام؟ ده أول مشاعر الإحساس بيه بالضمير. هل دول أنا خدت حقهم في يوم من الأيام؟ يوم ما الإنسان أو الوطن يبدأ يعلم الناس أين هي الحقوق؟ آسف جدا إذا كنت هقول لك حاجة تانية خطيرة جدا. سلب الحقوق من الشخص نفسه قد ما يلزمش بالحقوق. يعني قد يكون التزام وطن أو جهة أو أي شيء. لما ياخدوا حق إنسان قد يكون دي بذرة إن هو أساسا يبدأ يفرط في الحقوق دي. فعشان أنا النهاردة أغير وطن وأقول الناس تلتزم أو الأسرة تلتزم أو غيره، لازم الأول اللي فوق يدي الحق للصغير عشان يتعود على كده. لو بابا وماما في البيت اساسا كانوا بيدوا الحق ده للابن، طبيعي يطلع ايه؟ عنده الجزء ده واعي وفي شعور لان هيتعلم عليه. لو صاحب العمل ادى للانسان الموظف حقه وشافه، طبيعي جدا هيتعود ان هو يديله حقه. اذا ما تنفعش من طرف واحد بس، او احنا عشان نعملها ما يبقاش من اللي اتاخد حقه او نقول له ادي الحق اذا كان هو اساسا ما تعلموش واتحرم منه، يبقى ازاي يجي؟ عشان كده لازم تكون مزدوجه. نعلم من فوق خالص ازاي تدي حق الاخر. واحد النهارده بتشغله، ادي له حقه.
يعني اعطي الاجير حقه لحد قبل ان يجف عارقه. دي كلها مبادئ. من هنا هيتعلم الشعور ده. ما ينفعش احنا النهارده عندنا انفصام في الشخصيه. ليه؟ بندي للانسان القيم من هو صغير، نيجي على الواقع نلاقيه مش بتطبق. يبقى ده معناه ايه؟ انفصام. لازم تتم من الناحيتين. لازم نعرف الانسان علاقته بربنا ازاي. ربنا هو الوحيد المطلع بدون اي، بدون كاميرات مراقبه، بدون اي حاجه خالص على داخلياتنا. هو ده الضمير. صحيح. الظروف المحيطه والظروف الاجتماعيه ساعات هي بيكون ليها للاسف يا دكتور دور كبير جدا في موت الضمير. واحد لقى نفسه في اسره فقيره فهيحلل لنفسه ان هو يمتع نفسه بكل بقى متع الدنيا بطريقه غير مشروعه، وبتبتدي اولها بالسرقه. ازاي الانسان يكون قادر على عدم الانسياق ورا الظروف الاجتماعيه دي، وفي نفس الوقت احنا كلنا بشر، احنا هنبعد عن الصفات الملائكيه يعني. ازاي هيقدر يعمل ده وهو طالع في بيئه ظروفها صعبه جدا؟ يسمع اللي مين؟ النقطه بقى الشخص اللي هو في الظروف ده هل يقدر يسمع؟ يسمع ايه؟ يسمع معه. خدي بال حضرتك، هو انجرف خلاص، او هو انجرف نتيجه الاحداث دي. هنا النقطه المهمه جدا، هل يقدر يسمعني؟ مش انا، مش يسمعني انا، يسمع صوت الحق. المشكله عند الناس دي اللي هي في الظروف دي انها مش بتسمع، يعني ما عندهاش فرصه انها تسمع. اي انسان في الدنيا مش هيقدر يسمع يبقى مش هتوصله الرساله، يبقى مش هيتغير. عايز اقول لك على حاجه، جزء كبير في المجتمع مش بيسمع. ليه؟ قد يكون فاقد ثقه. النهارده انا مش ممكن اسمع الا اذا وثقت في اللي انا هسمع. يبقى احنا محتاجين برضو ناس ذو ثقه تسمع الناس. صحيح. عشان تقدر تاخد بيها. ازاي النهارده اقدر اجمع كل الناس؟ شرط اساسي عشان الناس تسمعني انها تثق فيا. اول ما نبني الثقه اسمع لك ونفذ واتغير. صحيح. لا تغيير في اي مجتمع بدون بناء ثقه. من هنا اقدر احول لك اي مجتمع. دي روشته جميله يا دكتور، وفقره حلوه جدا حسيت فيها ان احنا عملنا انتعاشه كده وريفرش لضمائرنا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الدين امين، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك. شكرا جزيلا، نورتني. شكرا جزيلا. مشاهدينا، اتمنى ان احنا فعلا كلنا نحيي ضمائرنا ونراعي ربنا سبحانه وتعالى في كل تفاصيلنا، ويبقى الموضوع فعلا احنا اللي نراقب انفسنا بانفسنا. مش لازم يكون في رقيب علينا، هو كفايه ربنا سبحانه وتعالى رقيب علينا وعالم بكل حاجه بنعملها سواء كانت كبيره او صغيره. وصدقوني والله الدنيا تختلف تماما. عارفه ان الموضوع صعب، وعارفه ان احنا من كتر اعباء الحياه بنلاقي مبررات كتير جدا لنفسنا لحاجات احنا بنبقى رافضينها ومش راضين عنها. وفي ناس تقول انا بقيت كده ليه، انا ما كنتش كده. في ايدك ان انت طالما ربنا سبحانه وتعالى مديلك نفس خارج وداخل، في ايدك انك تتغير، في ايدك انك تخلي كل الناس اللي حواليك تحبك. ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت عندك ضمير، ودي حاجه بتحببنا بجد في اللي حوالينا. ربنا يسعدكم وربنا يسعد ايامكم باحياء ضمائركم. خلصت حلقتنا لكن ما خلصتش فقراتنا. بكره عندنا فقرات كتير، وطول اليوم طبعا على شاشه قناه مصر الزراعيه. اتمنى ان فقراتنا وبرامجنا تعجب حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية باذن الله على الف خير. بكره هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد، والى اللقاء.